تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة ومشوار متجدد من برنامج الفرات داركم. راح نكون وياكم على مدار ساعة من الوقت، وستكون هذه الحلقة مليئة بالفقرات وأيضا الجولات. إن شاء الله تنال إعجابكم ورضاكم. مرة ثانية نتمنى لكم السعادة والمسرات برفقتنا من برنامج الفرات داركم. قبل ما نبلش مشوار هذه الحلقة وايضا نعرض ونتطرق لكل الفقرات والجولات، ارحب بزميلتي امنه. حياه الله امنه. تحيه لك ابتسام، وتحيه لكل متابعينا متابعي الفرات والفرات داركم، وما تكونون اكيد في بدايه كل حلقه. ومثل ما احنا يعني نذكركم بانه ما بقت الا ايام تعد على عد الاصابع للعرس الانتخابي لمجالس المحافظات، وبالتالي هذه دعوه للكل للمشاركه، دعوه للكل لكل شبابنا اللي لحد الان يجوز ما مطلع البطاقة الناخب أو ما محدث بياناته، ممكن يتجه أو ما مستلم بطاقته، ممكن يتجه إلى أقرب مركز انتخابي، والمراكز الانتخابية هي موجودة داخل المدارس الموجودة بمنطقتك، وكل من ينتخب حسب بطاقة السكن أو المنطقة اللي ينتمي إلها. وهذا موضوع كلش مهم للتذكير وللتنبيه، المشاركة واجب على الكل. نعم آمنة، وهذه ممكن من أهم التوجيهات، وأيضا التوعية اليوم مطلوبة لكل ناسنا لكل أهلنا، وخصوصا اليوم نتحدث عن المشاركة السياسية للمرأة ودور المرأة اليوم بالانتخابات. هذه الانتخابات ممكن نقدر نعتبرها مفصلية، لأن اليوم إذا تكلمنا عن دور المرأة بالمجتمع لها أدوار عديدة، كل أدوارها مثمرة، إذا كانت معلمة أو مهندسة أو طبيبة أو إعلامية. يعني لا تخص الحكي، لا تستقل المرأة أبدا ممكن البعض يوصفها أنه هي نصف المجتمع، البعض لا، ممكن ينفي هذه المقولة ويقول لا هي كل المجتمع. خلينا نتفق على نقطة، اليوم المرأة حتى لو كانت ربت بيت لها دور جدا كبير، الثقل الأكبر ممكن اليوم يقع على عاتقها، ابتداء من تربية الأجيال وأيضا من ناحية اليوم وجودها داخل المجتمع وأدوارها. كل الأمور، كل الخفايا، كل خلينا نقول السلبيات، كل ممكن المنغصات اللي انت تعيشها تقدر تحلك اياها، تقدر تدخل لي يعني خلينا نقول لاي دائره، ممكن تجيب لك استحقاقك، ممكن انت اليوم مظلوم بمكان معين ممكن تنصرك، وبالتالي دور المراه جدا 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 قوي. يقول لك اثنين لا تتقارش وياهم، لا المراه ولا الطفل، فدير بالك هذا. اذا يا امنه خلي ناكد على نقطه جدا مهمه، ممكن بالفتره السابقه كان اكو نوع من الاستخفاف بدور المراه، لكن بالفتره الحاليه نشوف المجتمع بدا يتقبل نزول المراه للشارع، نزول المراه حتى تاخذ دورها بشكل فعال وايضا تنشط كل هذه الامور، اذا كانت امور ممكن ابتسام اجتماعيه أقرب سياسيه شيء. اقتصاديه نعم. اقرب شيء انت اليوم الرجل اذا يقع بمشكله معينه بالبيت وين يتجه؟ والله للمرأة، والله يتجه للمرأة يقول شو تقولين؟ شنو رأيك؟ أدخل بيك بشراكة؟ أنا وقعت بمشكلة معينة، شنو حلها؟ وبالتالي تلقى لها حل. إلها فت عقلية آمنة، إلها فت عقلية معينة. هسه البعض ممكن يقول إنه هي كائن ضعيف ما تقدر لا تقدم ولا تأخر أبد، لكن نهائيا اليوم المرأة بفضل ثقافتها بوعيها من خلال تربيتها لأجيالها وأيضا دورها بالمجتمع الكبير، واللي مثل ما قلنا هو الدور الأساسي لتوعية المجتمع وأيضا تقدمه وتطوره بنفس الوقت. راح نروح لفاصل قصير وبعد راجعين. تدري منو اللي يفرح من تبقى نايم بالبيت وما تروح الانتخابات؟ المسؤول اللي صار له سنين لازق بالمنصب والكرسي، وانت اكيد راح تقول هم نفسهم وينعادون، بس احنا راح نقول لك لا ونعطيك الدليل. من 20 سنه والحد هذا اليوم ايش قد رؤساء ومدراء ومسؤولين اجول وطلعوا، وكثير من عندهم تندموا لان ما قدروا يسوون شيء الناسهم والمناطقهم والاهلهم، بس انت اليوم بانتخابك النزيه والاصلح راح تلقنهم درس ما ينسوا. اذا لعراق افضل انتخب وغير. اذا بعد ما شاهدنا هذه التوعيه والرساله المهمه جدا اليوم لكل شبابنا وبناتنا وعوائلنا، التغيير بيدك، تريد وروح شارك، واكيد اليوم
الصادق الاقتراح هي الفيصل النهائي نعم لحل هذا الموضوع. إذن يا أمنا نرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم المرشحة رسل عبد الجبار الزبيدي، حياة الله ويسعد أوقاتك بالخير. أهلا وسهلا، كل الهلا حبايبنا. اليوم نتحدث عن دور المرأة في الانتخابات ومشاركتها الفعالة، يعني يوم أمس تحدثنا عن المشايخ والعشائر كان لهم دور فعال أيضا في إن شاء الله بموضوع الترشيح وأيضا الانتخابات. اليوم دور المرأة وين ممكن يكون قوة، يعني قوة لها وقوة أيضا للمجتمع؟ حياكم الله وشكرا على الاستضافة، وحياكم بكل وقت ومنورين الشاشة دائما. المرأة هي الركيزة الأساسية للمجتمع، يعني بصورة عامة تمثل كل مفاصل المجتمع، ألم أنه ينطق عليها أنه هي نصف المجتمع وهي تكمل النصف الآخر أو وهي من تدير النصف الآخر، فهي المدرسة بأكملها بالمجتمع، هي لوحة فنية واللوحة الفنية هي من تمتلك القلم والألوان وهي من تشكل هذه اللوحة وتبدع بها وتحاول إظهار هذه اللوحة بأعلى وأبهى مستويات بالمجتمع. إذن كل هذه تتلخص بكلمة المرأة، هي المرأة بمعنى القوة اللي يستند عليها المجتمع، هي اللي تسد كل ثغرات المجتمع أو كل فجواتها. ودائما نلاحظ أن المرأة ماكو شيء يصعب عليها، الحل والبدائل كلها موجودة فعلا. هي التي تعد الجيل الأول للمجتمع، أساس بناء المجتمع تكون بالمرأة القوية ليس بالمرأة الضعيفة. كان يقولون أمهاتنا القويات هي من ربت الأجيال، هي من أنتجت هذه الرجال، هي من ساهمت بكل مفاصل المجتمع بدون استثناءات، بكل الادوار وبكل المفاصل فعلا. طيب ست رسل، يعني البعض وللاسف الشديد حكيناها احنا ممكن قبل الفاصل بفتره من الفترات اللي مرينا بها، البعض انه يدعي انه المراه كائن ضعيف بلا حول ولا قوه، ما تقدر تقدم اليوم، ما تقدر تنزل للشارع، ما تقدر تطور داخل مجتمعها، يعني يعتبر حركتها محدوده، فعاليتها ودورها داخل المجتمع محدود. اليوم شلون نقدر نزيح هذه النظرة تماما وإن كانت عند البعض قلة قليلة، وشلون نقدر نمكن المرأة داخل المجتمع؟ ما هي الأساسيات لتمكين المرأة؟ احنا ما ننطق انه هذه بنظرة عامة، خلي نقول بنظرة البعض او بنظرة ضيقة، بس المرأة الناجحة يقوى من الرجل الناجح. كيف؟ انه الرجل الناجح يستطيع فقط تولي المهام الصعبة، بس المرأة تستطيع تولي كل المهام، الأهل، القانون، تمام، كل مفاصل الدولة بالمراجعات المؤسسة، بنفس الوقت ترجع للبيت تدير كل وسائل البيت. هنا قصدك ممكن حتى تعتبر تحدي، لأن بعض العوائل لحد هذه اللحظة، وكلنا طبعا متمسكين بعاداتنا وتقاليدنا، لكن البعض ممكن يفسر بعض العادات التقاليد الأعراف بشكل سلبي، بحيث يكون كلش متقيد على المرأة، أنه أنا اليوم تربيت على كذا، لازم أنت مطلعين مطبين يكون لك فتح جيم معين. تحدث هذا الموضوع ممكن تحدي إيجابي، قدرت تقنع الأهل، تقنع المجتمع، تقنع زوجها أخوها، فبالتالي نشوف اليوم لها مكانة خاصة داخل المجتمع. مو بس مكانة، أنا أشوفها شغلة كل المكانات. نعم. لأنه دورها بكل مكان، يعني كل مكان لها دور بارز وشيء يبتهج به، يعني فهالشيء احنا نبقى نتحدى هذا الشيء. نعم. التحدي اليوم انه يكون اكو سؤال موجه، وهذا سؤال موجود بكل اي مكان، انه خلي تروح تكمل إدارة بيتها وبعدين تيجي تديرني. صح. تديرني، شو اجاوب على هذا السؤال؟ هي كيف تدير إدارة البيت؟ أعيد أكرر له السؤال، هي كيف تدير إدارة البيت؟ هي من تنظم المالية، هي من تنظم إدارة السياسية، إذن هي كيف نظمت هذه الدائرة الضيقة داخل البيت؟ إذن هي نفس هذا قادر، نفس هذه الإدارة التي تديرها داخل مجتمعها الصغير هي الأسرة تستطيع أن وأكو إجابة فعلاً أضبط وأفضل أيضاً من نقول إنه هي ممكن تدير مزاجيات وأهواء عدد من أفراد الأسرة داخل البيت، هي اللي تديرها. اللي ما يعجب الاكل، واللي ما يعجب اللبس، واللي ما يعجب المنطق، واللي ما يعجب الاسلوب، واللي ما يعجب البرنامج المعين، يعني ممكن تدير اكثر من 10 امزجه داخل البيت، تصنع نوع من التوازن. نعم. خمس دقائق لو انسحبت مثل
ساحة المعركة داخل زي. البيت غير ما كي الفوضى زين. بعض الأمهات يرحون لأهلهم ست رسل يعني طبعا صار اكو اعتراض في الكنترول من تروح لأهلها يعني على قولتها هن تسير لأهلها يوم أو يومين يا بتعالي رجعي لأن أنت لازم البيت كله فوضى. فما بالك اليوم إذا كان دورها بالمجتمع فعال كان لها اسم وأيضا مكانة كان لها دور بالمجتمع وأيضا حتى بالجانب السياسي. أنا دائما من ينظرون لهذا الشيء أقول من الذي احتضنك أول مرة؟ حلو. من الذي احتضنك أول مرة بكنفة؟ من الذي سقاك بهذا الحب؟ من الذي استطاع أن تمشي على قدميك وأنت بكل هذه القوة والشجاعة أنه تنطق على المرأة؟ هذه المهمة الأولى إلها. نعم. أليست هي المرأة؟ أليست هي الأم؟ حتى لو عندما تغيب الأم يقولون الخالات مصح والأخوات أكثر يعني اللي صادفونا شباب يقول إنه أنا أختي هي التي تكفلت بكافة إنه تربيتنا وكذا كوننا إنه إذا حتى المصرف على المرأة ترى هارش تقولون بعدين ترى المرأة تشتغل وتصرف وتكون سند للرجال. احنا ما نقول دور الرجل مو مهم لكن احنا نقول يوم هي حياة مشاركة مكملة مكملة لدور الرجل وهو مكمل لدورها. اذا يعني شيء مكمل للشيء الاخر. ما يصير انه اني اقدم طرف والغي دور الغي دور الطرف. تكون القائد دائما يتقدم بالبدايه بس ما ينسى انه فضل لولا مساعده الجيش ومن كان لم يكن تقدم. هذا الحديث نستذكر يعني احنا اليوم نقول اساسنا وعقيدتنا هي الدين الاسلامي والتربيه ايضا تربيه اهل البيت سلام الله عليهم والحسين عليه السلام. لولا يعني دور المراه كان بارز وقعت الطف ومن بعد وقعت الطف يعني لما كانت زينب متصدره ذلك الوقت للحفاظ على يعني الامامه لوجود الامام زين العابدين سلام الله عليه وبالحفاظ ايضا على عيالات اهل البيت النبي وهذا دور يعني احنا نريد نستدعى على الشيء او نضرب مثل هذا مثل كانت هناك بعض الامثال يقولون الامام علي عليه السلام اقتلع باب خيبر. نعم. لكن عند وفاة سيدنا الزهراء عليها السلام من يريد يشيل النعش مالته قال أعينوني. إذا هو فقد نصف كان يستمد القوة نصف القوة التي كان يقاتل يعني بها أو هاي الشجاعة. إذا هي لها دور قيادي في روح كل شخص. جيد. فدائما أنه من يلتغى فد جانب من هذا الجوانب أكو فد فراغ اكو فد ثغره. كيف انه المدير الناجح نشوف اداره متكامله او مؤسسه تربويه متكامله. نعم. الا يعود انه هذا الشيء انه القائد الناجح هو من يستطيع اداره كل من طبعا احسنت تمام. طيب. فهذا الشيء يعني يعزز الامكانيه يخلي دور النمو المتقدم. نعم. تطور وليس اكتفاء جانب فقط الرجل الرجل والغي باقي الدور. صح. اشهد انه بالتعاون تبنى الاوطان فعلا تمام. انا اتعاون بالتعاون تبنى الاوطان والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصف سابع جار كيف من هي اول رفيقه اول رفيقه لدربك. احنا نمشي على التعاليم اللي احنا يعني ديننا الاسلامي اوصانا انه التعاون والمسامحه ونبذ الاحقاد هذه مبادئ اساسيه ست رسول. ممكن حضرتك تكلمتي بالجانب الاجتماعي اليوم اذا نسالك على المشاركه السياسيه دور المراه اليوم بالعملية السياسية نشوف كثير من النساء ما شاء الله بالفترة الأخيرة كان لهم أثر واضح بصمة واضحة بالمجال السياسي قدروا يطورون داخل المجتمع قدروا يشتغلون قدروا ينمون وأيضا ينهضون بنفس الوقت بأكثر من واقع بالواقع الخدمي بالواقع الاجتماعي بالواقع الإنساني. فاليوم شلون تفسرين موضوع مشاركة المرأة بالجانب السياسي؟ موضوع جدا مهم كونا انه هاي طيل هاي السنوات الماضيه كان غياب دور لمجالس المحافظه. نعم. فاكو فد جانب مفقود بالمجتمع حلقة مفقودة. فمن راح يتمثل هذا الدور. نعم. راح يكون ابداعها وتميزها واضح. نعم. بهذا المجال فراح تحس بكل المعاناه. نعم. اللي راح تمثل شريحه الشباب من ناحيه الخدميه. نعم. والانسانيه والدعم المادي والمعنوي راح
تغطي كل الجهات. طيب هذه اليوم فرصه، هذه الانتخابات اليوم فرصة. ممكن ابراز نشاطات المراه، فعالياتها، ابداعاتها. كانت اكثر الاسئله اللي يعني طرح علينا اثناء الحملات الانتخابيه، كنت دائما اوجه سؤال، ليس كل من وصل الى يعني صلة الحكم يعني انه هو فاسد، يعني تتعدد لو خليت قلبت، هناك استثناءات. واحنا ما نبقى انه احنا متزمتين بالقديم، يعني خلاص انه هذا الشخص اجى اكو صارت في الثغرات ما اشتغل، بمعنى انه راح يتولى نفس الشخص. راح يصير على نفس الخطى. اذا بقى نفس الشخص معناها انه احنا بايدنا ممكن نغير، نشيله، نقتلعه، هو القرار. ممكن انه احنا نخليه مكانه. شو كنا نخليه بمكانه وقت ما انه انا اليوم اقعد ببيتي واقول انا ما راح اروح لان صوتي ما راح يفرق، وبالتالي هم نفسهم اللي راح يصعدون. لا، تنطيهم فرصه مره ثانيه. فرصه دائما 49 تحتاج لها الى درجة واحدة على متنقلة من حال إلى حال. يعني تنقل من الخامس إلى السادس إعدادي، تنقل من السادس إعدادي إلى أول كلية، وبالتالي صوت الواحد أو الدرجة الواحدة تأثر تأثير سلبي وإيجابي على كلا الطرفين، وبالتالي أنت اليوم قرار بإيدك. القرار بإيدك. من كنا نتحدث من حلا ليش نتكلم إنه الجميع لا يمثل الرغبات، ونحن خلف الكيبورد ومكتوفي الأيدي. نجتمع نكون حلقة ونسند نفسنا إنه هذا الشخص يمثلنا. فهذا الشيء ما تعتبروه إنه إحنا سوينا في شيء إنجاز؟ فأكو بعض الكلمات مثل قبولية الشخص تكون مؤثرة بداخله. بنفس الوقت إن أنت من أعطيت صوتك لهذا الشخص بداخلك إنه تحس يعني شيء إنجاز، إنه أنت ما بقيت ساكت. فهذا الشيء يعتبر شجاعة، فكلها يعني تحتاج إلى شجاعة وقوة. نعم. وتماسك. ذكرتي موضوع خلف الكيبورد، احنا دائما تشوف شباب يقول لك هذا المنصب لو منطيني اياه الي والله العظيم اللي اسوي اغير. نعم. زين اوكي تمام، الصده تصدى نفس الكلام. تصدر من كنا نقعد اكتب. نعم. انا اقدر احكي اكتب، انت تقدرين تحكي كلام سهل، لكن عملية الفعل والتصدي هذا اللي انا اليوم اثبت به، اما انه اكون صاحب موقف فعلا ومبدا وعقيده، او انه انا لا مجرد انه كلام على ورق وبالتالي لقلقه لسان، او كلام جرائد بمرور الزمن يختفي الحبر وتختلف كل ملامحه. لكن التكاتف خلي يكون الاتفاق على شخص يمثل هذه الفئه ويقدم على القرار السياسي، وانت ذاك الوقت راح تعرف انه اختيارك وتثبت للعالم انه احنا اختارينا الشخص بهذا المكان. حلو. واكثر اللي هسه مقدمين على مجالس محافظه كلها عايشه الواقع وكلها تحاول تثبت العكس. رحم المعاناة. نعم. بالمعاناة، فدائما إثبات أنه كيفية استبدال الخط، كيفية تغيير مكان السكن أو هالأمور. فالمصداقية والثقة من ترجع للشخص وحولها إلى شخص مثله بهذا المجال واشتغل، راح يعني ترجع بصورة أحسن من ما كان الشخص. نعم. هو متصور فعلا. طيب ست رسل، يعني إذا تحدثنا عن مساندة المرأة دعمها، مين يبدي هذا الموضوع؟ هل يبدي من الزوج، من الأخ، يعني من الأسرة، أم من المجتمع؟ خصوصا أنه اليوم نشوف بعض الناس وللأسف الشديد أنه يشوف المرأة مرشحة يسألها هذا السؤال، أنه أنت ليش رشحتي؟ شنو اللي دفعك؟ شنو الحافز؟ هي زلم ما دبرتها، يعني بين قوسين هذه الجملة اللي تنقال. فاليوم نريدك تثبتين للمشاهد الكريم أنه اليوم المرأة قادرة على أنه تنزل للشارع، تكون بين ناسها، أهلها، منطقتها، متعرفة على معاناتهم، شايفة شنو احتياجاتهم. فاليوم نريد نثبت هذا الموضوع. كلها تبدي من الشجاعة، اتخاذ القرار. زين. شجاعة، والشجاعة هي صفة يتحلى من يعني صفات القادة. نعم. والقائد من يقدم انه يقود هذه المسيرة. طيب هذا الموضوع شوية مو صعب على المرأة تكون عندها شجاعة، لكن بنفس الوقت الأهل ما مسانديها، حتى لو او المجتمع ما مساندها. حتى لو كان الأهل غير مساندين او المجتمع، الشجاعة قادرة انه تغير المعادلة وتعمل المستحيل.
انه كل ما كانت القوه داخل الشخص وايمانه بهذا الشيء راح يعمل المستحيل، كونا انه حتى هذه القوه راح تتحول الى اطفالها، راح تشوف هذه القوه باطفالها حتى صح. عند تعرضهم بانتحال قوه عن قوه تختلف. يعني اكو البعض من عندهم يستخدم القوه يعني مو بذكاء مو بتخطيط، فانا اليوم اللي احتاجه هو تخطيط، احتاج قوه مع تخطيط مبارك. كيف انه انا اجبر المقابل انه هو يقيمني ويحترمني وايضا ينطيني مكاني واستحقاقي، عندما تكون عندي مخططات بجدوله معينه بافكار بعيده المدى، وبالتالي اثبت اليوم جدارتي. هي الجداره كلها تكتمل بالثقه. نعم. الثقه تكتسب داخل الشخص، انه انا اكتسبت الثقه بداخلي انه انا قد هذا المنصب او استطيع اداره مثل هكذا دور مفاصل الدوله السياسيه، من كل المحاور واكون قادره على اتمامها باحسن صوره. راح اقدر اثبت للمقابل انه انا قدرت من خلال انه الاعمال اللي راح تقوم بالمساهمه بالمشاركه. جيد، اذا نتحدث عن البرنامج الانتخابي الخاص للرسل، انت اليوم وين وقع نظرك على مواقع الخلل وكيف من الممكن اصلاحها؟ كل مواقع الخلل اللي يعني التمستها الثقه. يعني الفرد العراقي كل من يعني الفئة الشبابية إلى العمرية يصفن، يعني الصفنة ما كانت تكون بألم أنه أني غي يعني ما قدم لي الشيء اللي أني ردته ولو جزء بسيط، ولا قدر يوفر فد متطلبات يعاني منها كل شريحة الفرد داخل المجتمع. هالشيء لو تكلمتي عنه بآلاف الصفحات والجرائد، لكن الفعل التي يعني عند تولي هذا المنصب راح يرجع المصداقية لهذا الشخص، راح ترجع له الثقة. حلو. حتى لو كان الشخص المقرب اللي هو معارض لهذا الشخص راح تكسبيه من خلال الثقة وأيضا ممكن المصداقية على قولتش يعني. أي المصداقية عندما يكفل شخص بهذا الزمن يقول أنا من يمثل هذا الشخص، يعني ويا فد مو واحد، عشرة بس، اكو اشخاص اعداد هائله بس ما انه هو ماكو فد صله انه بينك وبينه او فد معرفه قديمه او فد شخص، كونا انه شخص مقرب طيب. الى ثقه كامله راح تشوفين الانظار بكسب الاصوات تكون فعاله اكثر. طيب منطقتك او مدينتك شنو محتاجه او شنو ان شاء الله بعد التوفيقات اللي راح يسددكم بها الله سبحانه وتعالى شنو محتاجه؟ شنو النقوصات اللي بيها؟ احتياجات المنطقة، المشاكل خلينا نقول الخدمية، المشاكل الاقتصادية، الأمور اللي راح تركزين عليها بهذا البرنامج. أول هي فقرة من ننزل للمكان راح يقول لك الكهرباء. زين. شخص أني درجة الحرارة 50، كهرباء ما عندي. نعم. مولد هذه ابسط حقوق، ابقط من انه احنا بلد، احنا يعني اللي المفروض نصدر الكهرباء، احنا يعني اساس هذه الامور. راح يقول لك تبليط مايها، اذا هو يفتقر لكل الوسائل التنظيميه، الوسائل الراحه والرفاهيه فعلا. اللي تمكنه من العيش. يقول كان الطفل صغير ونايم على القاع وماكو كهرباء ودرجه الحراره 50، يعني ولسنوات متتاليه دون ايجاد حلول. فهالامور صعبه انه بكلمه او كلمتين اقدر ارجع له ثقه بقد ما تكون بالفعل. انه تمكين هذا الشيء بالفعل لهذا الشخص اقدر من خلاله انه انا ارجع له المصداقيه. واللي يوفق رب العالمين العمل الخير يكون كل شيء بخير بدربه ان شاء الله. اكيد احنا اليوم نتحدث عن امور يعني فعلا هي مهمه جدا، هي خدمه المواطن. بالتالي غير موضوع اليوم الكهرباء، يعني اكو كثير من المناطق اليوم تحتاج الى على الاقل راتب، بعض العوائل الراتب الرعايه الاجتماعيه.
أيام تحتاج إلى موضوع مدارس، تحتاج إلى بنى تحتية رئيسية أساسية لكل منطقة، المستشفيات، المستوصفات الصحية، المراكز الصحية، وبالتالي هذا كل الأمور هل يعني ممكن إيجاد إلى حلول بشكل سريع، أو ممكن أنه أكو خطط موضوعة، أو ممكن أنه بالمنطقة احنا نقول انه نروح على كبير المنطقة نقول انه شنو احتياجاتكم، شنو ممكن انه عملية اصلاح آنية بعيدة المدى ممكن ايجادها خلال السنوات يعني القادمة ان شاء الله. كل شيء يحدث الى تقدم وازدهارية يكون بالتعاون. نعم. عندما يصل أشخاص للمكان يكونون ذات إيمان بأهمية المنصب اللي هم خلف هذا الطاولة السياسة، راح يقدر يقدم ويبدع بإيجاد كل الحلول التي تسهم إلى رفاهية الفرد، وهي كل الوسائل الخدمية تفتقر إلى أبسط الحقوق اللي هي المتقدمة للمواطن. وبالتالي احنا نقول كل الخدمات هي اليوم واجب على الحكومات المحلية تقديمها من دون أي شرط أو من دون أي مقدمات، لأن هذا اليوم أكو خدمة مقدمة، وهذه الخدمة المقدمة احنا منظر أنه عملية مناشدة، يعني مي والكهرباء دائما يعني أبسط شيء اليوم أنت تقدمها، أنت غير متفضل، لا هذا واجب عليك أنت اليوم تقدمه للمنطقة أو للمواطن أو للمحافظة. هي من يعني واجباتها هي كل المؤسسات هاي المحلية والخيمة مسؤولية مجالس المحافظة، ومجلس النواب يكون سلطة تشريعية هي التي من يسن هذه القانون، ويكون الفرد انه ليس يراجع جهة خاصة، وانما هذا حق مكانه وتوفر له كل هذه الوسائل، تكون جهة العمل مثل ما تفضلت الست ليس مناشدة، وناشدكم من منطقة فلان انه كذا كابينة كذا، صار وانما تكون المناشدة تكون بين المؤسسة المحلية والمجالس مجلس النواب، تكون هي الذي يسن هذه القانون وليس عن طريق مناشدة الفرد. يعني اكثر من 20 سنة، وبالتالي احنا نقول هذه الامور يعني خلينا نقول بالضبط هي يعني صارت من سنين، احنا ما نظل يعني نجيبها ونخليها بصدر القائمة، اكو كثير من الامور اللي هي المفروض انها تكون بصدر القائمة، اللي هي انا عندي اليوم اعداد كبيره من العوائل المرمله، اعداد كبيره عندي اليوم من الخريجين الايتام، عندي كثير اليوم من حتى العشوائيات هذه خطط المفروض، لو كانت اكو خطط ما كانت اكو عشوائيات يعني صح. اليوم شنو يجبر المواطن يكون بالعشوائيات؟ هي مو عذر للمواطن، بس هي لو اكو خطط اكو قانون ما يصير موضوع عشوائيات. اكو بعض العشوائيات كأن تكون مستشفى قديمة او مستوصف وهم مستغليها، فهي ليست بحاجة انه للدولة تاخذها من عندهم، بس لو ترمم وفق امكانيات بسيطة يبقى الفرد قاعد بيها، ليش اني اطلع زين اني من طلعته من هذا المكان هو راح يروح؟ نعم، هو ليش قاعد بهاي العشوائيات؟ يعني اكو مستشفى قديمة بجانب الكرخ بها تقريبا 50 عائلة، يقول احنا يعني ما عندنا غير هذا المكان، احنا من يجي الشفل ويهددنا راح اضرب هذا المكان، زين واحنا وين نروح؟ صح، يعني هم برغم اللي تفتغر كل هذه الوسائل نقول خلونا قاعدين، ما نريد لا ترميم ولا انه انتم تبلطون هذا المكان، بس انه احنا نبقى طيب قاعدين بها. طيب ست رسل، اليوم مشاركه المراه بالعمل السياسي راح يدعم دور الرجل، خلينا نقول ان اصح التعبير راح يصنع توازن اليوم داخل المجتمع بين دور المراه والرجل؟ يعني هي مكملة لدور الرجل، والرجل هو مكمل. زين شو راح يصنع هذا التوازن؟ من خلال شنو؟ انه بالتعاون، انه الرجل يتقبل العمل اللي هي به راح تمشي مسيرة العمل السياسي. احنا اليوم راح نتحدث عن دور المرأة ودور الشباب. كثير اليوم من الشباب عندهم هوايات حلوة، لكن مثل ما انت اليوم تشاهد بنوته حلوة بعمر صغير ومن الموصل، يعني بعد النكبات وبعد الحروب اللي على العموم انه من اي محافظه كانت
وكل محافظاتنا هي تعرضت الى نكبات وتعرضت الى لكن ممكن من خلال شبابنا وممكن من خلال يعني ابتكاراتهم وابداعهم انه تنشئ مكتبه عمليه تجميع كتب وتنشئ مكتبه اليوم بموسوعه يعني خلينا نقول مكتبة كاملة من المشاريع المهمة جدا. إن دل على شيء دل على قوة المرأة اليوم وأيضا شجاعتها وشون تقدر اليوم تصنع شيء داخل المجتمع وأيضا تنجز. بكل تأكيد ست رسل مكملة ويانا، راح ننتقل لمشاهدة هذا التقرير بعد رجع. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الفرات الفضائية، برنامج الفرات داركم. اليوم محطتنا راح تنطلق بداياتها من مكتبة الواثق التي تعد من أقدم المكتبات في محافظة صلاح الدين وفي جنوب محافظة صلاح الدين تحديدا. اليوم من الإيجابي أن تنطلق طاقات شبابية واعدة وواعية ومثقفة تحاول أن تؤرشف الحقب والأحداث التي عاصرتها على الرغم من صغر سنها. اليوم معنا الكاتبة أنوار التي أرشفت كافة الأحداث التي عاصرتها من عام 1982 ولحد آخر الأيام في إصدار كتابها. الكتاب هذا انطبع في ألمانيا فرانكفورت. راح نتوقف ونسلط الضوء على أهم المراحل التي مرت بها أنوار في مرحلة إعداد وتصدير وإصدار هذا الكتاب. شلونك أنوار؟ أنوار شلون بلشتي بالكتابة وشو كنت حسيتي نفسك إنه أنت قادرة على تأليف كتاب؟ تقريبا من 4 سنوات بديت أكتب. من خلال قراءتي للروايات اتولد في داخلي شغف للكتابة، فقررت أكتب، جربت أكتب وشفت نفسي قادرة على الكتابة وحبيت كتاباتي. وتقريبا من خلال سنتين الماضية كتبت روايتي الأولى. وأنا من نوع أحب الروايات اللي تتحدث عن التاريخ أو الزمن الماضي، فخطرت في بالي أحداث روايتي الأولى. الفترة اللي عاشها العراق في فترة الثمانينات والتسعينات. أنوار، شلون كانت دورة حياة هذا الكتاب من خروجه من بين أناملك بكلمات مبعثرة إلى أن تم تنظيمه وتنضيده وإصداره؟ طبعا بالبداية أنا أرسلت الرواية إلى عدة دور نشر، لكنها رفضت بسبب أنها تحتوي على بعض الأجزاء السياسية. وبالصدفة تتعلق بالثمانينات. فبالصدفة مديرة إحدى الدور النشر أعطتني دار يعني يطبع هكذا روايات، فقمت بالتواصل مع الدار، وبعد أسبوعين وافق الدار على الطباعة وأخبرني. الدار هو هذا طبعا بشارع المتنبي، دار زياد بالعراق موجود، لكن عندهم فرع للطباعة، فرع ثاني بألمانيا بفرانكفورت، وقال إنه راح ينطبع بألمانيا. وظل الطباعة تقريبا شهرين يلا وصل للعراق وتوزع. طبعا الدار بهاي السنة ب 2023 انتقل إلى السعودية، يعني فتح فرع ثاني بالسعودية ونقل الكتاب. حاليا هو بالفسح، وعن قريب جدا راح يتوفر مكاتب السعودية ويتشارك معارض الخليج. شكرا أنوار وكل التوفيق إن شاء الله. أشكرك. أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، نتمنى أن تكون أنوار نموذجا حيا وفاعلا للطاقات الشبابية التي تبحث عن فضائها الأدبي من أجل إبراز مهاراتها وطاقاتها الأدبية والثقافية والعلمية. حتى محطة أخرى من محطاتنا المضيئة عبر نافذة الفرات داركم، تقبلوا أجمل تحياتي. أنا جميل الغزالي من محافظة صلاح الدين قضاء بلد. نعم، شكرا جزيلا لزملائنا بالإعداد على إعداد هذه القصة الجميلة، واللي كانت عن شابة عراقية طموحة. وأيضا من خلال هذه القصة نأكد على دور المرأة وضرور اليوم نمكنها وأيضا نبني هذه الثقة بنفسها. وإن كانت طفلة ممكن هذا الموضوع ينزرع من الطفولة، إذا كان عمرها 6 سنوات 7 ضروري اليوم أنطيها مساحتها داخل البيت، أهلها بشكل صحيح، أعرفها بأدوارها بمهامها حتى تكون قائدة بالمستقبل داخل المجتمع. أكيد. نرجع لك مرة ثانية ست رسل، حياك الله مرة أخرى.
أيضا نتحدث عن اليوم ممكن مسألة ترشيح حضرتك وأيضا ردة فعل أهالي منطقتك اليوم من سمعوا أن اليوم ست رسل مرشحة لأن هي راح تكون بالصورة متعرفة على همومهم على معاناتهم، فردة فعلهم شنو هي المساندة، نوع المساندة اللي اجتش من المنطقة؟ هي تكون المساندة من كل الجهات كون انه انت من اهالي المنطقة، اذا انا بنفس هذه المنطقة او بنفس هذا المكان يعني فعايشة المعاناة اللي هم عايشيها وليس اني انه اني بغير مكان عنهم. فنفس الحالة انه شريحة التربويين المنطقة فكل مكان راح يكون انه انت حاسة بمعاناتنا، فتكون أول جملة أنت حاسة بمعاناتنا، لأنه حتى الذكر أو إعادة المعاناة تكون نابع من تعب داخلي أو نطق الجملة وعدم من يسمعها أو ينفذها، فتكون أنت تعرفين شنو معاناتنا إحنا اللي نفتقر له أو أن إحنا شنو نريد أبسط حقوقنا اللي تمثلنا على الرفاهية أو ممارسة الحياة مثل ما إحنا بدون تفكير أنه أشيلها مباشر شون أني كذا من هالأمور. فهواي أكو معاناة يعانون منها جميع الفئات بدون استثناء أكيد. لكن اليوم إحنا نقول أنه شخص من يقدم على موضوع الانتخابات بالتالي راح يكون أكو على عاتقه كثير من المسؤوليات أمام المجتمع وأمام منطقته اليوم، فكيف ممكن نكسب ثقة الأهالي، كيف ممكن اليوم نكسب ثقة المواطنين يعني بهذا الموضوع بالتحديد؟ أكو أمور تحتاج يعني كمعالجتها لسنوات، تحتاج إلى أشهر، وبالتالي على مود لا تكون أكو فد يعني خلي يكون فراغ بينه وبين يعني عندهم علم يكون، لأن موضوع الكهرباء ما ممكن حله إنه بين يوم وليلة، موضوع المي ما ممكن يوم حله بيوم وليلة، يحتاج إلى عملية إدامة، يحتاج إلى خطط، يحتاج إلى وجود استراتيجية معينة، مكننة معينة لإدخاله، وبالتالي أنا أحتاج إلى قد تكون سنة، أحتاج إلى أشهر أو يعني أكثر من هذا الوقت. كيف ممكن تكسبين الثقة وما يكون أكو فجوة ما بينك وما بين اليوم المجتمع؟ أكو شيء عمل ملموس. كون أنه هسه دولة رئيس الوزراء من مشاريع مجسر ساحة النسورة وساحة عمل، أكو عمل ملموس بأنه ما يكمل بيوم وليلة وكذا برغم الاختناقات والازدحامات المرورية اللي، بس أكو شيء، هذا الشيء برغم أنه الازدحام والشخص وصعوبة التنقل، بس من يذكر أنه الجسر قيد الإنشاء وراح يعني يخففنا من هواي أزمات، هذا شيء مؤقت أنه راح ينحل لأنه الجسر يكمل بفترة من الزمن. فنفس الحالة الأقدام على هيك مشاريع حتى لو كانت مدة تنفيذها طويلة الأمد بس يوجد مباشرة بالعمل، أكو شيء أمام أنظار، أكو أمل، أمل للمواطن، أكو فتخطة مال يعني عمل تم البدء بها أو تم إكمالها، فكل هذه الأمور والمشاريع راح تعزز الثقة داخل الفرد العراقي. نعم. طيب ست رسل يعني حضرتك شابة أكيد متعرفة على هموم الشباب داخل منطقتك، ما أخذ كم نموذج ممكن خليتي فت خطة ببالك اليوم إن شاء الله إذا يعني تمكنت بهذه الانتخابات راح أخلي كذا خطة وكذا وكذا لخدمة الشباب، عندنا نسب من البطالة مرتفعة، عندنا كثير من الخريجين اليوم ما ماخذين دورهم داخل المجتمع ومن حقه أيضا يدور على تعيين إذا كان القطاع الخاص هو أيضا ما يستقبله أو ما يستقطب الشاب، فاليوم أكو خطط واضحة تخص الشباب؟ الشباب مثل ما يقول هم الركيزة الأساسية اللي يستند عليها المجتمع. أنا أقول الجانب القطاع الخاص يسند القطاع العام. نعم. كوننا هسه إحنا المدارس الأهلية إنه أبدعت يعني أبدعت بمجال التربية والتعليم. المدارس الأهلية كم فاتحة مجال فرص عمل لكثير من التربويين، لكن ركيزة اللي هي أساسية اللي هو التعليم الحكومي اللي صار اليوم صح. يعني مشكلة على عاتق الكثير، وما من الممكن اليوم انه انا ادخل يعني اذا عندي 3 أو 4 ادخلهم كلهم اهلي انه بالتالي يعني فتحت ابوابها احتضنت
صح احتضنت، لكن انا عندي انهدم ركيزه اساسيه بالمجتمع اللي هو المدارس. واكو نقطه هي المفروض هي اصلا اليوم تحتضن، يعني انا عندي اليوم كم هائل من الدروس الشاغره داخل المدارس. صح. بعد القرار الاخير اللي هي قرار التقاعد اللي بعمر سنه غير معقول. واكو نقطة اضافية امنة، يعني اكيد منتبهين لهذا الموضوع. اليوم الخريج، خريج التربية او الاداب، من يروح يقدم على مدرسة اهلية للاسف الشديد اكو استخفاف بجهوده، يعني 400 و300 الف. شنو راح تخدمه؟ شنو راح تخدمه؟ هذه مشكلة. مو هي مو مشكلة، انت راح تضطر تشتغل بهذا المكان حتى انطيك هذا الراتب. لا هي مو مشكلة. بعيدا عن الماديات، بس هو زاول عمله. مو اشكال، انا اليوم اريد زاول عمله، لكن انا انطي يوم استحقاق المالي. بس هو اليوم من يداوم من 7 لل12 الظهر او للثنتين الظهر، وبالتالي هذا احترام معلم، هذا معلم الى كيانه، الى هيبته. ال 400 الف بعيدا عن الماديات، بس انه المدارس الاهليه على عاتقها انه هي وزارات، يعني الضرائب المفروضة على المدارس الأهلية تحكم أنه تقل نسبة الراتب المعلم أو الإيجارات، كونا أنه الإيجار ياخذ عراقي، صعد الدولار قال أريده بالدولار. زين أنت كيف؟ لا هو يغلب أغلب إيجارات ما يأخذه بالعراقي، يأخذه بالدولار من البداية حد ذي بالدولار. لا هاي واحدة من الركائز، أنه الضريبة على عدد الطلاب، فهم أكثر من المستثمر. إذن لو كان اكو تعاون ما بين المدارس الحكوميه وتكون اكو شراكه ما بين المدارس الاهليه، يعني قطاع مختلط، لكن اكو هذا الاشكال. او هناك تعاون، بس بنفس الوقت انه احتضن كوكبه من الكوادر التربويه، ابدعت على اخراج هكذا جيل، او زاولت عملها، اكتسبت خبره، هي انشملت بالضمان الاجتماعي، انحسبت لها خبره بالتقاعد اللي عنده، يعني تطلع من هاي احتساب لها سنه اللي خدمت بيه بالمدرسه الاهليه. فهذا الجانب انه الدوله اذا تقولين انه هو سنوات حتى ننهض من يتفعل هذا الدور القطاع الخاص ويا القطاع العام، راح يصير هناك تعاون اكيد بشرطها وشروطها. خلينا نقول يعني ضروري تكون اكو فد اليه مشتركه ما بين القطاع الحكومي وايضا القطاع الخاص، هذا العنصر بالنص اللي هو ضال محتار، لا اخذ حقوقه منا ولا ما اخذ حقوقه منا. فاليوم ضروري تكون اكو خطه واضحه وايضا مدروسه بنفس الوقت. عند يعني الاقدام على هذا هكذا فكره بالمدارس الاهليه، انا اشوف الفرحه اللي بداخل الشخص، انه الفرحه مالته الابداع من يوقف ويلقي الدرس امام الطلاب. فرحه اكبر. انا ايش اقول انا موضوع مدارس اهليه ها، يعني بإشكاليات هواي. انا اقول الفرحه اليوم من انا اليوم خريجه لكذا سنوات انا قضيتها بالاعدادي، متوسطه ابتدائيه، متوسطه اعداديه، والجامعه، وعندي دورات مؤهل بها، انه انا اكون ضمن الكادر التدريس الحكومي. ليش الحكومي؟ انا اليوم انا من حقي اضمن حقي بالراتب، وبالتالي اضمن انا اليوم هيبتي كمعلم. انا الجانب الاهلي صح هو احتضن، لكن قلل بنسبه معينه من هيبه المعلم، وبالتالي صح. انا اليوم من استخف بهذا القدر الممكن مدى ينطي هو دروس. هسه احنا نجيها من باب اليوم، من باب انه انا اليوم لو اخذ درس خصوصيه داخل البيت اروح اخذ ادرس داخل المدرسه، لا والله اخذ دروس خصوصيه بالعكس. لا بالعكس، هو بالعكس استخاف من الناحيه الماديه. لا مو لا جزء بها جانب اخر، بها جانب اخر. انا من منظوري انه انا بالحكومي كونا انه ينطوني مبالغ وراتبي يعبر الكذا مبلغ، انه انا احس بقيمتي، بس قيمه الشخص لا ما تحدد بقيمه ماديه. لا ما انا انطي تعب. زين المحاضر المجاني كم سنه بقى بدون اجور؟ ليش احنا طيب لنفرض انه المحاضر المجاني ليش تمس، نرجع لنفس النقطه، المحاضر المجاني ليش تمسك بالمجانيه الحكومه؟ ليش تمسك بمجانيه الحكومه ومرح ال 400 الف الموجوده داخل المدارس الاهليه؟ ليش يقول لك انا يمدي اقدم؟ نعم ما نحط لي حقوق، انا يمدي اقدم واجب وطني مكلف به، بدي اقدم شيء للدوله. عدد المدارس، عدد الطلاب بالمدارس الاهليه ما يغطي عدد الطلاب بالمدارس الحكوميه. يعني لنفرض هسه طالب كل مدرسه
لنفرض 200 طالب زين 200 طالب تخلي لها 50 معلمة كأن يكون 16-17 معلمة كلش كافي، لكن من المعلم التجى للمجاني أعداد هائلة وصب بي 75 طالب أثبت جدارته. ونفس الحالة أثبت جدارته بالمدارس الأهلية، قيمة المعلم ليس بالمادة. ما تحسين راح يبقى عايش بتخوف أنه يا ساعة هذه المدرسة ممكن تتفركش أو المدير لا ينهي خدماتي أو لأن ما بيها حقوق سترسل. أنت كل واجبات المعلم ما بيها فالضمانات اليوم تردع المسؤول على هذا المدرسة. كل واجبات كل الأمانة أنت مقدمتها داخل الصف التزاما بالحضور، لان هذا الطالب انت كان يكون حكومي او اهلي، هذا ضمير انه انت راح تتعاملين بضمير. المعلم شنو اللي يريده؟ شنو اللي يريده؟ انه انت تقومين بكافه الواجبات المتطلبه عليك، تدريس وفق الخطه، تحفيظ الطالب، محاوله انه يوصل للمادة مثل ما هو الطالب يريد. نعم. يقول أنه كيف أستطيع الوصول إلى عقله وهو لا يحبني. فالمعلم دائما أحنا بالخير. إحنا يمكن مواقع التواصل الاجتماعي هو فضاء مفتوح، من نشوف منشور، أنا شخصيا من أشوف منشور بتقييم للمدارس الأهلية والحكومية، أغلب التعليقات أنه أنا معلمة بكذا مدرسة ما ماخذ حقوقي، أنا علي كذا واجبات وعلي كذا أمور وراتبي هو 350 أو 400. يعني أكو حالة من التذمر هنا. زين إحنا ليش ما نقضي على حالة التذمر والتردد والخوف اللي يعيشه هذا المعلم داخل المدرسة الأهلية بضمان حقوقه؟ اليوم أكو شروط رادعة أو شروط وقائية من البداية، أنا أقول للمؤسسة التعليمية الأهلية أنه عليكم كذا وكذا وكذا بحق ما يعني بحيث أنه ما يصير في التجاوز معين على هذا المعلم لا بحقوقه ولا من كل النواحي. بعيدا عن التجاوزات، كل شخص من يكون قد الأمانة اللي يتحملها مستحيل أحد يتعرض للإساءة. أنا قد الأمانة تحملت هاي الأمانة أنه أنا حضوري للمدرسة الساعة 7:30، درس مالتي يبدي الساعة 8، انه اني اكمل كل المترتب علي والامانه بايصال الماده. انتهى الدوام الساعه 1 الظهر، طلعت، شنو اللي يؤدي الى انه اني اظل متخوفه راح يغيرني المدير او كذا؟ لا لا لا، بالعكس، انه المدارس الاهليه تغيير المعلم يعني تصير من مثل ما نقول حرب، لانه الطالب من يتعود على معلم ويجي معلم ثاني جديد هاي صعبه. فبعيدا عن هاي الجوانب الماديه ابدا، قبل كل شيء القيمه المعلم داخل الصف. هذا النقاش فيه طول بالمناسبه بهذا الموضوع، يعني لو كان بهذا الصدد ما كانت اليابان خلت راتب المعلم اليوم اعلى من راتب رئيس الوزراء، وبالتالي هذا الموضوع يعني هذا خلينا نقول الرد هو حق الكفاءة. الرد بالنسبه لهذا الموضوع هو اليوم للمواطن اللي هو عايشه ما بين الاهلي وما بين تستطيع الحكومه اليوم كيف نخلي الامور سلسه اليوم للمواطن. كثير من المستشفيات اليوم معطلة، كثير من المراكز الصحية اليوم قد تكون شبه ميتة ببعض المناطق. يعني احنا لو نتجه الى الاطراف، اطراف بغداد صح، المناطق والمدائن، يعني كثير من الامور اليوم حتى مي بالنسبة لهم، مي صالح للشرب يعني كان ضيفني يوم مقومات الحياة معدومة. نعم. يعني شبه ماكو شيء اسمه مي نظيف ممكن انا اليوم اشربه، ماكو مي نظيف ممكن بالصيف يعانون وبالشتاء امنة. هي كل الوسائل الخدمية تفتخر لها كل المناطق، فهذا الشيء يعني انه نرجع بترتيب الأمور من البداية ونعطي الأولويات إلى الخدمية للمناطق. فهذا الشيء يحتاج لاختيار الأشخاص، سعة صدورهم بتقبل العمل، لأن هي راح تكون مسيرة شاقة. حلو. والابتداء منها من كل الجهات وليست تكملة، لأنه ماكو شيء أنه إحنا فد مشروع نكمله. صح. كل المشاريع البنى التحتية أنه هي إعادة بنائها من جديد، فهذا الشيء راح يكون يعني المسيرة صعبة. نعم. على الأشخاص أنه يتحملون بروح القوة مسؤولية كبيرة جدا. نعم. على الشخص تحملها عند تولي هذا المنصب. زين. تحمل هي هاي أهم نقطة اليوم. ست رسل، المساند إليتش من رشحتي للانتخابات
هسه ممكن تعرفنا على ردة فعل أهالي منطقتك من ترشح اسمك للانتخابات، ردة فعل أهلك، منو اللي ساندك داخل العائلة؟ المساند الأول والأخير كانت أختي الكبيرة. زين، الله يحميها إن شاء الله. أم حوراء هي تربوية يعني المساعده تشتغل بمدرسه اهليه واحنا اليوم حكينا لا مديريه الكرخ الثانيه كانت المسانده بمعنى الكلمه، كانت الاخت والصديقه والشديده بنفس الوقت. حلو. يعني برغم انه هي كانت تساند بس بقوه، والمساند الثاني هي مديرتي. الوالدة شنو دورها بالموضوع؟ والدتي متوفية الله يرحمها إن شاء الله. بس يعني مرات أنا أقول راحت والدتي بس رب العالمين رزقني عوضني اثنين أمهات. فمديرتي اللي هي ست عبير يعني يعجز الوصف عنها. كانت دائما تقول يا جبل ما يهزك ريح، فدائما أنه كل هجمة يتعرض لها الشخص فالشجرة المثمرة مرمات بالحجارة. فعلا وبالتالي احنا اليوم يعني نقول كل الخطوات ممكن ان بالبدايه نتعثر بها، صح، لكن معوقات كثيره تواجهنا، راح تكون على الاشخاص اللي راح يكون داعمين وساندين لنا. كل موفقيه ان شاء الله لكم. شكرا جزيلا للعرس الانتخابي ان شاء الله، ان شاء الله الفوز ان شاء الله الفوز للجميع. شكرا جزيلا. نعم اعزائي المشاهدين، بعد ما تعرفنا على كل الفقرات وايضا الجولات، نختم حلقه اليوم مع الف سلام. شكرا لك ابتسام، وشكرا لك.